يسعد صباحكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم فقرتنا الرياضيه اللي متعودين عليها كل يوم من دنيا يا دنيا. اليوم راح اكون معاكم كوتش احمد عرقات، وحيكون معي كوتش مصطفى الخالدي. صباح الكوتش. اليوم حنقدم لكم فقره حنعمل فيها تمرين لكل عضلات الجسم، حنشغل فيها تقريبا العضلات الكبيره، تمرين مركبه. حنبلش ورم اب انا والكوتش، حماء خفيف شوي شوي، حتى نحمي ايدينا نحمي رجلينا. بلش احرك ايدي على الخفيف شوي شوي. اليوم حنعمل تمارين زي ما حكيت لكم، تمارين مركبة، يعني بالتمرين حنحرك أكثر من عضلة مش بس عضلة واحدة. إيدي هون قدام، أنا عم أتحرك برضه هون. هاي ستوب، أوب كيف من اللوفات شوي الجلوتس. هلا رجلينا خفيف، يعني بنحاول نعمل احماء يكون منيح. هلا عمل ستوب. حنبلش اول تمرين انا والكوتش، حتشوفوني من الجنب سكوات بريس حنعمل، كوتش مصطفى من قدام. حنبلش 1 2 جو. هذا سكوات بالدامبل اللي فوق، طبعا اللي بنحتاجه بس دامبلز خفيف. هنعمل 12 تكرار فوق هون، بنحرك عضلات ليجز لور بادي شولدر. نعمل شيب بريس 7، نسرع شوي 8 9 10 1 2. هنعمل ستوب. هلا هنعمل رو مع ديد ليفت، التمرين الثاني 1 2 جو. 1 اطلع ديد ليفت 1 كده ظهرنا 2 3. طبعا راسي ما يكون رافع الاخر 4 5 6 7 8. 2 مور 9 10. نعمل ستوب. هلا حنعمل ريفيرس لانج مع بايسبس. جاهز كوتش 1 2. برضه هتشوفوني انا من الجنب، حنبلش بالشمال هون 1. حنحاول نسرع شوي 2. حنضل على رجل واحده 3 4 5 6. 2 مور حنعمل سويتش 7 8. نعمل سويتش 1 2 3 4 5 6. 2 more 7 last one 8. اوكي ستوب. هلا راح نرجع نعيد اول تمرين مع كوتش. سكوات بريس 1 2 جو. 1 2 3. نحاول نسرع شوي 4 5. نعمل 10 تكرارات 6 7 8 9. عضلات بلش يشتغلوا 10. هلا حنعمل ستوب. حنعمل رو مع ديد ليفت 1 2 جو. 1 2 3. حنعمل 6 تكرارات 4 5 6 7. last one 8. عملنا 8 مو 6. هلا هنعمل reverse lunge مع biceps 1 2 go. 1 2 3 4 5. هنعمل switch الرجل الثانية 1 2. هون عم نحرك الجلوت كواترسبس عضلة الرباعية، حرك البايسبس 5 last one 6. نعمل ستوب. هلا رح نعمل فرونت سكوات مع فلاي. جاهز كوتش 1 2. حننزل سكوات اطلع فلاي 1 2. خلي ظهر ستريت 3. تشوفوني من الجنب ننزل 4
5 نحاول ما ننزل كثير 6 7 3 مور 8 9 لاست 1 10 هلا رح نعمل تمرين اسمه سوم سكوات. خلي التوز لبرا، صابع رجلي حط ويت وان الدامبل، حننزل للاخر لتحت. هذا بحرك لنا عضلات انر ثاي، حط على فوق، نعمل ابرايت رو 1 2 3 4 5 6 7 8 2 more 9 10. نعمل ستوب، ناخذ نفس. هلا حنرجع نعيد فرونت سكوات مع فلاي، نعمل 7 تكرارات 1 2 جو 1 2 3 4 5 6 لاست 1 7. هلا نرجع نعيد برضه سوم سكوات مع ابرايت رو 1 2 جو 1 2 3 4 3 مور 5 6 لاست 1 7 الدمبل. ناخذ نفس خفيف. مرة استرتشنج خفيف يدي لفوق. راح نحاول نحرك اهم عضلات بالجسم واكبر عضلات. قدام يمين شمال. طبعا بهيك احنا بنكون خلصنا فقرتنا اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا فيها. راح نرجع لفقرة دنيا دنيا.